قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء. لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه فيعرفون ويعلمون دون واسطة، لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم. كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه. هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به. وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل. والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم. وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به. جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة ويا المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم
ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل. وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللم مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسماً، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم. لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله. التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها، يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه،
ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله. مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم. فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر. النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول. النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية، كما تقول قتيل والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبيء بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء
ونبي بمعنى على وزن فاعل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم. أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل. مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم. ويكون عند من لم يهمزه من النبوة. تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك وننجيك. قالوا ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيش في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم
من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه، قال وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم. وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة. نعم. فالوصفان في حقه مؤتلفان. الوصفان المراد بهما مؤتلفان مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم. وأما الرسول فهو المرسل. الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية، أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا، فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا،
أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب، فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا، فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم. ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه. نعم. واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه. في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إثر جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء، وأصله من الإنباء وهو الإعلام. واستدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا. فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم. قال: ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام. على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم. وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا: والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول. هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي ما
مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له. فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم. وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم، أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم. وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي. حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم. وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية. صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم. في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل. التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم. وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي. التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني
المتوفى عام 255. نعم. وسمي الخط وحيا. شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي، وسوف يستشهد ببعض آيات. كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم. وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه. اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم. ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه. وقد يكون الوحي بالحاجب، بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم. أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى، أي السرعة السرعة. الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم. وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا